سلام عليكم يا جماعة. اليوم راح يكون عندنا مقطع جديد، واليوم راح يكون عندنا مقطع آخر من لعبة فوتبول سترايك، واليوم راح نكمل مع بعض إن شاء الله في اللعبة. فيلا، من زمان طبعا ما لعبنا، صار لنا فترة، فاليوم راح نلعب إن شاء الله. فنلعب نفس بطولتنا كالعادة، ولا نحاول نروح مكان فيه عدد كبير من اللاعبين؟ خلينا نروح مثلا هالبطولة الأمريكية بشوف. أتوقع إن هني في عدد كبير جدا من اللاعبين، أكثر من اللي إحنا معتادين عليه، فممكن يصير تنوع شوي في اللاعبين اللي إحنا نلعب ضدهم. فيلا خلنا نشوف مع بعض من المنافس اللي راح يجينا ان شاء الله حاليا. اوكي، جانا منافس ليفل 14 ومن ليفل 18، ما اعرف، راح نشوف مع بعض مستوياتهم. اذا مستوياتهم زين راح نكمل، اذا مستوياتهم متواضعه بنروح للليفل اللي بعده. اوكي، صديت الكره على طول، حاليا دوري. اكيد ضايعه، اكيد ضايعه، اكيد ضايعه. وين المسدد؟ ايش قاعد تسوي؟ والله شكله انا المستوي تعبان صدق. سيد على السريع، عطى بهالطريقه. اوكي، ان شاء الله على السريع اللي بعده. وين راح تسدد؟ صد يا سيد على طول، عطها اضعف كره في التاريخ وكبر. لا سيد، وين المستوى؟ صد وانتبه، صد وانتبه، صد وانتبه. ووو، ليتس جو، سجلنا يا جماعه الهدف الاول الحمد لله. دورها صد بس يا سيد، انتهت المباراه، انتهت المباراه الحمد لله، فزنا في المباراه. طبعا يعتبر مو بسهوله، لان انا اصلا مستواي نازل شوي، فخلنا نحاول مره ثانيه ونشوف مين راح يجينا. المفروض المنافسين يتنوعون، انتوا عارفين ساعات فجاه يلعب معانا واحد نفس الشخص. والله ليفل 20، لا مستوياتهم زينه يا جماعه ابشركم. ليفل 20 هذا ليفل اعلى من اللي من ليفلي، هاي يلعب كثير، حتى ملابسه غريبه. يلا صد طرف النص. والله لفت بشكل اسطوري. دوره صد صد. صداها ومشكلة. ها، انسحب، انسحب الخصم وفزنا في المباراة. إذا اكتشفنا موضوع إن في ناس لفلاتهم جدا عالية ممكن يلعبون ضدك عادي، يعني ما مو شيء مستحيل يعني. اللي بعده، يلا يلا يلا، عطنا الخصم اللي بعده، عطنا المنافس، خلنا نشوف يا جماعة. يلا اوكي، خلنا نشوف. صد يا حبيبي، صد صد، وخلنا نعطيك كرة برا الملعب. يا ليل صد. اوكي، شالها، فهم النظام وشالها. اللي بعده، شيل بس، شيل شيل بس، شيل. وفي النص يا سيد، ما يسددون في النص، في النص اكيد راح يصدها. دوري، عطى اضعف كره في التاريخ. يس، سويتها يا جماعه، هذا الحل، صد وفوز المباراه. انتهت المباراه الحمد لله وفزنا فيها. شفتوا كيف قاعد نفوز فرق واحد؟ معناته المنافس ممتاز، دائما المنافس ممتاز طول ما نحن قاعد ان شو اسمه. ايش صار؟ عطى المنافس اللي بعده. من راح يجينا؟ ليفل 18. اوكي، بوم، تسديدة قوية. اللي بعد دورة، اوف، برا برا، بوم، صداها يا جماعة لأنها قريبة منه. من راح يشوت؟ شيل شيل، عطى كرة ضعيفة. يلا، عطى كرة ضعيفة. ليتس جو، ليتس جو، ليتس جو. دورة، قوم شوت، شيل يا حبيبي شيل. دورنا، برا، لا والله في التسعين، لا والله في التسعين انتهت المباراة. فخلصت المباراة تقريبا على السريع، ما عانينا مع المنافس نهائيا، كان منافس بسيط سهل. اللي بعده، ليفل 17، شاشة سوداء الصورة. اوكي، خلنا نشوف الشاشة السوداء هذا شو وضعها، نفوز عليه ولا لا. اوكي، اوف، شالها، معنا رهيبة ترى. اوه لا 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 لا، وش هذا؟ وش هذا؟ نايس، لعبت عليه. شيل شيل، ما نط، ما نط والله، معنا لفيت الكرة. لا، لعب علي والله، لعب علي والله. نعطيه اضعف كره في التاريخ.
ياس مشت عليه مشت عليه. اوكي دوره. لا سيد حرام عليك ما راح تجيك 70 مرة هذه. ايوه لا شكلي ضيعت المباراة. اشوى بام في المرمى. اصل هذا نفوز. شو بيسوي؟ لا تسويها علي، انا اللي اسويها دائما. حرام عليك يا اخي، خليتنا نفوز في المباراة. لا شنو انا فرحان انا. يلا اللي بعده تعال خلنا نشوف من اللي جاي. ترى اللي قبل شوي كان منافس ممتاز ترى. اوكي هذا اللي بعده. اذا تعطيهم لافه فوق صعبه تنصد، لافه فوق صعبه تنصد. توني استوعبت النقطه هذه. طبعا هني ما راح تضبط بس خلنا نجرب مع بعض. لافه فوق ما رجعت في المرمى. لا والله ما رجعت في المرمى، حرام يا اخي. زين لافه فوق صعبه. توني انتبه للنقطه هذه، لافه فوق دائما صعبه. اوكي هي كانت سهله شوي بس انهينا المباراه على السريع وفزنا عليه. اوكي اللي بعده كمل خلنا نشوف من منافسنا. كي اس اي هلا والله. خلنا نشوف وش راح تكون المباراه هذه. ان شاء الله مباراه حلوه. زين بحاول العب كالعاده الفها فوق. خلنا نشوف. ليتس جو. لافه فوق دقيقه. كاني اكتشفت نقطه جديده استفيد منها. لافه فوق. ايش صار وقفت الشاشه، ما ادري ايش صار. كصداها. لا اله الا الله. دوري لافه فوق. اخ 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 راحت بالقائم برا في القائم. او ماي جاد لافه برا هذه. يا بنت 90 يا سيد. اي كره لافه فوق جول. اوف تسديده قويه وصديناها. خلصنا يا جماعه المباراه. اللي بعده. نيكست هات لي خصم اخر. ماشيين لحد الحين قاعدين نفوز. منافسين زينين اغلبهم بس قاعدين نفوز. 18 والله. شمس ايش الشنب هذا يا ساتر يا رب. اوكي دخلنا. الله يستر. بسم الله. جول. لا سيئة. اوكي دوري. لافه فوق يا سيد. صداها. لا هذا شكل اللي بيفوز علينا. اشوى عطى كرة ضعيفة. يس ان هذا يخوف يا جماعة. دورة. صد. لا لافة في السماء هذه، حرام عليك يا سيد. صد. لافة فوق يا سيد. لافة فوق. لافة تحت هذه. يا سجلناها حتى وهي تحت الحمد لله يا اخوان. لايك واشتراك تابع المقاطع هذه. سلام.